ترحم على مرة أخرى على أرواح الضحايا اللي توفيت في الكارثة اللي صارت هذه، وديما نذكر بحجم العملية اللي صارت. أكثر كمية أمطار في تاريخ تونس في 24 ساعة صارت في ولاية نابل وخلفت أضرار كبيرة. حبيت أقول أنه أحنا الأولوية في الثلاثة أيام اللي فارتة كانت هي عمليات الإنقاذ وإجلاء المواطنين، عمليات معناها شفط المياه وتنقيس وتقليص منسوب المياه، ومعناها إعادة الماء صالح للشراب، إعادة الكهرباء، التدخل في الحياة الشعبية. هذا صار وقاعد يصير عمليات الإنقاذ الأولية. ثم انطلقت لجان لتقييم الأضرار، لجان وزارة التجهيز لتقييم المساكن اللي هي أولوية، الناس اللي وين ساكنة، لجان وزارة الفلاحة قاعدة تشتغل، لجان لوزارة التجارة باش تنطلق أيضا باش تشوف الأضرار اللي لحقت بالتجار والمعنى المؤسسات. أيضا وزارة التربية بعثت لجان لتقييم الأضرار في المؤسسات التربوية. ثم بعد عملية التقييم هناك عملية التعويض العاجلة، هناك عملية تعويض للمواطنين اللي لحقت المساكن بتاعهم أضرار هامة، كذلك تدخلات اجتماعية عبر الصندوق التونسي، عبر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، لتوفير معناها حشايا، مواد غذائية، تجهيزات، مواد منزلية إلى آخره، وأيضا ربما اعطى حسب الحاجة تعويضات نقدية للناس اللي معناها لحقتهم أضرار كبيرة. أيضا بالنسبة للفلاحين، اللجنة اللي خرجت سيقع تعويض الأضرار حسب معناها العادة اللي جاري بها في القطاع الفلاحي. وبالنسبة للقطاع التجاري والمؤسسات الأخرى هناك أيضا إمكانية مشروع قانون بطريقة استعجالية لمعناها تعويض على الأضرار اللي صارت. ثم المحور الثاني المهم هو البنية التحتية والمعدات. سيكون هناك تدخلات عاجلة في الطرقات المرقمة، في المسالك الريفية، في المؤسسات التربوية، في المقرات الأمنية اللي لحقتها أضرار. أيضا بالنسبة للمنشآت الفلاحية اللي لحقتها أضرار عاجلة سيكون تدخل بطريقة عاجلة بإجراءات استثنائية اتخذناها، وبعض منها انطلق الأشغال وسينطلق في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. في ظرف 3 أشهر تكون هناك معناها معظم هذه الأشغال انتهت، أو على الأقل قبل نهاية هذه السنة. هناك أيضا برنامج للتدخل في الأحياء الشعبية اللي لحقتها العديد من الأضرار في الأيامات القليلة القادمة. ثم بالنسبة للبلديات والجماعات المحلية سيقع صرف اعتمادات فورية تقريب 25 مليون دينار لمعناها المعدات والبلديات اللي لحقتها أضرار كبيرة. هنا أيضا نحب نأكد على أهمية الجانب التضامني والحس التضامني للتوانسة مع بعضهم، حيث معناها ندعي التوانسة الكل إلى التضامن مع الوضع اللي صار في ولاية نابل. سيقومنا بفتح معناها حساب بريدي 18-18 لتقبل التبرعات من المواطنين، من التونسيين في الخارج ومن المنظمات، لدعم معناها الوضع في ولاية نابل. هذا كله سيقع التصرف فيه عبر معناها الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، وسيكون خاضع طبعا لمراقبة دائرة المحاسبات. هناك أيضا عملية أخرى كحملة نظافة، سيكون هناك 1000 شاب في آخر هذا الأسبوع في ولاية نابل للقيام بعملية تنظيف وعملية صيانة لكل المؤسسات، خاصة المؤسسات التربوية. اليوم يعني الوضع مازال دقيق، احنا في متابعة مستمرة. الحكومة كانت هنا منذ 3 أيام، اليوم زاد مخرجات أولية، ثم يقع تقييم الوضع. مازالت الأمور معناها ماهيش نهائية. هذوما بعض القرارات لعودة الأمور إلى مجراها في القريب العاجل، ثم نقيم. وكلفنا السيد وزير الشؤون المحلية بمتابعة الوضع ومتابعة كل هذه القرارات التي ربما ستبني أيضا على قرارات أخرى إثر انتهاء عملية تقييم الأضرار. ثم ميزانية استثنائية تقريبا قيمة الأضرار شوف هو هذا هو علاش. شوف احنا اليوم 3 أيام أو 4 أيام بعد اللي صار، ما زال معناش تقييم نهائي. في بعض الأشياء عنا تقييم متقدم، اللجان كلها تشتغل على أرض الواقع. فما لجان تقدمت بتقييمات دقيقة، وفما لجان ما زال تشتغل، ما زال معناها معناش جرد نهائي، ولكن عنا جرد متقدم في بعض المجالات. فهذاك علاش قلت لك الأمور احنا ما زلنا 3 أيام أو 4 أيام، فبشكون الأمور متحركة وأحنا في متابعة مستمرة لهذه.